أستاذ محمد المخلافي، استمعت لما قاله الأستاذ عمر، وأن كل الدعم الذي يأتي من المنظمات الدولية لا يلمسه المواطنين. سابقا كما تحدثت أنه كانت الحكومة قد طالبت أن تحول المنظمات الدولية والمانحين بشكل عام الدعم من دعم إغاثي إلى دعم تنموي، كيف يمكن أن يكون لهذا التغيير أثر ملموس في حياة المواطن؟ شوف يا عزيزي، أنا أود أن أركز على نقطة في هذه المسألة، أنه من الأشياء التي كانت مصدر قوة للحكومة الشرعية والتي ساهمت ببقائها طوال 7 سنوات الماضية على الصعيد الدولي هو الاعتراف الأممي بالحكومة كسلطة شرعية وحيدة تمثل اليمنيين في المحافل الدولية وأمام هذه المنظمات أيضا. إلا أنه مع كل أسف تحولت هذه المنحة إلى محنة في ذات الوقت، يعني تحولت إلى قيود تكبل الحكومة، تحد من حركتها، تحد كذلك من قدرتها على اتخاذ القرارات القوية والشجاعة، كذلك تحت ذريعة أنه في الأخير نحن الممثلين الشرعيين للشعب اليمني، وأنه يجب الالتزام بالمواثيق الدولية، أيضا يجب الانصياع لهذه الضغوط الدولية، كذلك التعامل كسلطة يعني تنتمي إلى السلطات الدولية التي تحترم المواثيق والوضع الإنساني وغيره من هذه العناوين التي نسمعها كذلك في وسائل الإعلام. عندما نتحدث عن المنظمات الدولية ونتحدث أيضا عن المليارات التي تنفقها هذه المنظمات كنفقات تشغيلية سواء في داخل اليمن أو خارجها، كل ما كنا نطالب به الحكومة الشرعية هي أن تتعامل مع هذه المنظمات مثل ما يتعامل الحوثي. الحوثي قام بإنشاء مجلس أعلى يعني التحكم بالمساعدات الإنسانية والمبالغ التي تدخل إلى هذه المنظمات في صنعاء. هذا المجلس يعني كان تحت مسمى لا أتذكر بالضبط، تقريبا الأوتشا أو شيء قريب من هذا المصطلح، وكان بإشراف يعني مباشر من رئيس مكتب المشاط. هذا الرجل كان يتعامل بفظاظة شديدة مع المنظمات، ومع ذلك نرى أن تلك المنظمات كانت تصر على البقاء في صنعاء وتصر على العمل من لماذا؟ لماذا هل لم تجد الأمان مثلا في المحافظات المحررة أم في معطيات معينة موجودة في صنعاء ليست موجودة في عدن مثلا؟ شوف يا عزيزي، الموضوع لا يتعلق بالأمان مطلقا، يعني صنعاء يحصل فيها فظاعات ولا نستطيع، يعني هناك يعني مع كل أسف مقارنة خاطئة تحدث ما بين المناطق هل تسمعونني؟ نعم أنا أسمعك بوضوح. هناك مقارنة خاطئة ما بين المناطق في تحت سيطرة الحوثيين وتحت سيطرة الحكومة الشرعية. يا أخي، المواطنين في مناطق الحوثي فقدوا كرامتهم، فقدوا القدرة حتى على الشعور بالأمل حيال المستقبل. أملهم فقط هو في المناطق المحررة، عندما يتحدثون عن المستقبل والأمل على أساس أنه سيأتي من يخلصهم من هذا الكابوس سواء سلما أو حربا، إما بعودة مؤسسة الدولة مفاوضات سياسية أو بحسم عسكري أو معارك عسكرية يعني تنهي سيطرة الحوثيين على هذه المناطق. وبالتالي المنظمات وأيضا نظرتها للمناطق تحت سيطرة الحوثيين وتحت سيطرة الحكومة الشرعية، هناك يعني كيل بمكيالين بشكل كبير جدا. التعامل يعني الشديد والتعامل الفظ من قبل الحوثيين مع هذه المنظمات واستمرارية عملها من داخل العاصمة صنعاء يتعلق باستمرارية أيضا أو رؤيتهم لاستمرارية الحرب والوضع الكارثي الذي يعاني منها اليمن. بدعمهم للحوثي تستمر الحرب وبالتالي تستمر هذه الآلية. الحوثيين استفادوا حتى من الأموال التي يتم تحويلها إلى العاصمة صنعاء، ففرضوا على المنظمات أن يتم تحويلها إلى بنوك معينة، وفرضوا عليهم أيضا أسعار معينة للصرف، يعني ريال مقابل الدولار،
وبالتالي هذه من الوسائل التي ساهمت أيضا على بقاء السعر الصرف ثابت أو أقل من المناطق الشرعية. أكرر مجددا بأنه الاعتراف الأممي بالحكومة الشرعية تحول من منحة إلى محنة، يكبل هذه الحكومة وهذه السلطة ويحد من قدرتها على اتخاذ القرارات الشجاعة والقوية. اليوم الحوثيين تعاملهم مع هذه المنظمات عن طريق هذا المجلس يفرضون على المنظمات ما يريدون عن طريق سحب التراخيص من أي منظمة، حتى على مستوى المشاريع التي يتم تنفيذها في القرى والنواحي والأرياف. يعني لا يمكن لأي منظمة أن يعني تقوم بتوزيع حتى سلة غذائية واحدة إذا لم يوافق عليها يعني هذا المجلس، سواء في العاصمة صنعاء أو حتى في غير العاصمة صنعاء. وهناك غرفة عمليات مشتركة تمنع أيضا حتى الموظفين من النزول إلى هذه المناطق إذا لم يمتلكوا تصريحا من قبل هذا المجلس. كذلك تعيين الموظفين والتوظيف، وأنت تدرك جيدا والمشاهد الكريم يدرك بأنه يعني أفضل مكان يمكن أن يعمل عليه أو يعمل فيه الكوادر اليمنية في هذا التوقيت أو خريجي الجامعات وطموحهم في هذا التوقيت هو أن يعملوا في منظمات، لأنه ما زالت مرتباتها يعني نوعا ما بالدولار. عالية أو بالدولار كذلك بالعملة الصعبة، مما يساعدهم على مواجهة ظروف الحياة. ومع ذلك يعني قاموا بحصر هذه الوظائف على أسر معينة تنتمي إلى السلالة الهاشمية، لا يتم تعيينهم إلا عن طريق هذا المجلس الذي يشرف عليه كذلك هاشمي. هذه الصورة بكل وضوح. بالتالي نحن نقول أن هذه الشدة أحيانا تنفع بالتعامل مع المنظمات الدولية، وهناك تجارب سابقة مع هذه المنظمات في دول عدة، يعني في السودان رئيس مجلس القيادة أو البرهان يعني هدد وطالب بطرد الأممي طالما هو أنه يلعب في ملفات معينة في السودان. في مصر هو الواقع محمد أنه المنظمات الدولية في مصر كذلك تم إيقاف كثير من عمل كثير من المنظمات التي عملها مشبوه داخل مصر، وتم أيضا إرسال إخطارات الأمم المتحدة بإيقاف يعني مثل هكذا أعمال. أقصد أنه إذا لم نمتلك القرارات الشجاعة والقدرة على اتخاذ القرارات الشجاعة، بكل تأكيد ستقوم هذه المنظمات بكل ما يضمن استمرارية عملها داخل الأرض.